كيف شاهدت التعاملات في السوق بعد العودة؟ أيضا في أثناء التوقف في السوق، ما هو الواجب من تداول في حال حدوث تعطل مفاجئ للسوق، وهي يعني ليست المرة الأولى؟ من أكبر الأمور المهمة طبعا يجب أن يعلم الجميع بأن مثل هذه الأمور قد تحدث يعني بين فترة وأخرى، ولكن يجب أن لا تتكرر، ويجب أن نستفيد من ما مضى. يجب أن يكون هناك باك أب سريع لعملية التشغيل لكي لا ينقطع، ويكون الانقطاع غير مربكا للمتداولين. ما حصل يجب أن يكون هناك بيان واضح وسريع في جميع فترات السوق، لنفرض كل ربع ساعة يكون هناك تصريح ما الذي يحدث، أو عن مدة التوقف، أو حتى إيقاف لمدة معينة وإعطاء مهلة زمنية، وبعد ذلك يتم عودة السوق بشكله الطبيعي مما لا يسبب أي إرباك. طيب خليني بس أرجع يعني عملية ذكر السوق، أنه تداول ذكرت في أكثر من موقع أنه تعطل مفاجئ، أمر خارج عن سيطرة الشركة، الأمر خلل من الشركة المزودة، يعني كيف يعني ترى هالأمر؟ يعني كذلك يعني من المفترض كما ذكرت أنه يعني يصدر بيان صريح من تداول بهالخصوص. أيضا كيف شاهدت تأثير التوقف على يعني التعاملات، سلوك المتعاملين في السوق؟ سلوك المتعاملين طبعا وأي شخص طبيعي سيكون هناك يعني جزء من الحيرة كبير، وربما نجد أن البعض قد ربما خرج من السوق والآن يحاول أن يعود له مجددا بعد الطمأنينة. ربما يعني يأخذ هذا الوقت حتى بداية الأسبوع القادم يوم الأحد أو الاثنين القادم من أجل الطمأنينة وخروج. أعطينا الضرر أستاذ ماجد، يعني إيش الضرر اللي حصل على المستثمر الصغير؟ يعني طبعا هو انت صاحب القرار، تستطيع ان تبقى وتستطيع ان تخرج، ولكن الاغلبيه يعني صغار المساهمين والمضاربين غالبا ما يخرجون خوفا من حدوث اي نزول مفاجئ، وبسبب عدم وضوح الرؤيه لهم غير المستثمرين طويلي المدى. تلاقيه مثلا باع في سهمه وبعد عمليه الرجوع، يعني اول ما رجع باع ومن ثم ارتفع 4 أو 5%، بعد ذلك يحاول اللحاق بالسهم او الخوف، ولكن هذا لا يضع أي مسؤولية على هيئة سوق المال عن بيعك أو عن عودتك إلى السوق أو خروجك منه، ولكن البيان يجب أن يكون واضح. ربما نرى أن الأوامر فقط هي ما كانت ربما اختلفت وعادت كما كانت قبل الانقطاع. الذي سيؤثر فعليا هو السيولة، لاحظنا أمس سيولة قربت من 15 مليار، اليوم سننتهي بسيولة ربما لا نتجاوز 9 مليارات أو 10 مليارات بالكثير، فهناك ما يعادل 35% هبوط في السيولة بسبب مدة التوقف، أي أن هناك سيولة تعادل 2 مليار تقريبا يعني في كل ساعة تداول في السوق السعودي. طيب طبعا من الجدير بالذكر أنه في السوق في تعاملات، في صناديق دولة، صناديق يعني غير حكومية خاصة، في صناديق أخرى، السوق السعودي مرتبط بالأسواق العالمية أيضا. نعم، ولكن كما ذكرت لك هي تحدث في أسواق العالم ككل، شيء طبيعي، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر ويعني التعلم من هذا ما يحدث ومن هذه التجربة للمستقبل. ماذا لو؟ لكي تكون مدة حتى التوقف أو الربكة في السوق لا تتجاوز الدقيقة أو الدقيقتين، يعني ربما يكون نعم من المشغل، ولكن أيضا يجب على هيئة سوق المال يعني محاسبة المشغل، التأكد من سبب العطل الحقيقي، ربما يكون أوفرلود على السيرفرز، هل نحتاج إلى ترقية للسيرفرز في هيئة سوق المال، هل ربما يكون هناك عمليات تسمى عمليات عكسية وراجعة من الأوامر الصادرة من الصناديق ومن البنوك، هل كانت أحجام كبيرة فتمت عودتها من قبل هيئة سوق المال مما سبب ارتداد عكسي وتوقف للنظام. هذا كله يحتاج أن يصدر بيان منطقي وواقعي قبل تداول الغد من أجل طمأنينة المستثمرين والمساهمين. طيب هل تعتقد برأيك أن تداول لا تعلم عن السبب الجوهري لهالتوقف؟ ربما أنها تعلم، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر فيما سيقال، لأنه سيؤثر فعليا على السوق عندما تصدر البيان الرسمي وتصرح به. لذا ويجب أن يصدر هذا البيان لإيقاف أي إشاعات مغرضة من قبل ضعفاء النفوس أو مواقع التواصل الاجتماعي،
للحد من أي بلبلة في السوق، ول يعني من مبدأ الإفصاح والشفافية التي تتعامل فيها هيئة السوق وتنادي بها دائما. لذلك نحن طالبنا بخروج احد المسؤولين، او ايضا يعني ربما عدنا الى منطقه ان وجود المراكز الاعلاميه المهمه في شركات عملاقه كشركه تداول امر مهم، ولا لا استاذ ماجد؟ الصوره الذهنيه للعلاقات العامه في جميع الدوائر الحكوميه والشركات، وخاصه يعني المواقع التي تتعامل مع الجمهور بشكل اساسي، من اكثر المراكز اهميه، ويجب ان يكونوا ذي اختصاص ولديهم لباقة الحديث والأسلوب والحكمة والتروي واختيار الألفاظ الدقيقة للوصول إلى يعني العملاء. لذا يجب أن يكون هناك بيان واضح صريح، ويكون فيه الكثير من الشفافية لكي لا يزيد عملية الإرباك، ولا لأن ذلك سيحد من عمليات بيع ربما نراها في المزاد اليوم أو ربما غدا في حال عدم صدور أي بيانات واضحة. طيب قبل ما انتقل للسوق والحديث عن ماذا يجري في السوق الآن، فترة المزاد، ما هي أهمية فترة المزاد للسوق أو لكل الأسواق أو للسوق السعودي تحديدا؟ يعني بعد التوقف وأثناء عودة السوق كان هناك فترة مزاد لمدة ربع ساعة، يعني كيف ترى أهميتها؟ فترة المزاد في البداية لم تكن مفهومة للكثيرين، ولكن بعد ذلك كانت جدا مفيدة، وخاصة للصناديق والتي الآن وجدنا أهمية فترة المزاد، ولا لا أستاذ ماجد؟ نعم، وجدنا أهمية فترة المزاد في عملية تعديل المراكز ليوم غد. أنا اليوم تداولت وخلاص، وجيت في النهاية أبغى أعدل المركز أو أخرج من المركز أو أزيد في المركز الذي أنا فيه، من أجل مثلا تفاؤل للسهم في يوم غد أو في نتائجه أو في أخباره، فهذا يعطيني فرصة لأخذ قراراتي أو إضافة أوامر وزيادة المركز أو الانسحاب من هذا المركز. طيب.